اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا اخوي. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. الجبل مال اخوي ايش باب على الباب هذا هو نفس البنايه يعني عادي يصيبني كورونا يعني لا تبكي بابا لا تبكي كيفك كبراني من طيب لا زاد انا عم بنزل عم بدور على الشغل كرمال ولادي كرمال مين عم بدور على الشغل كرمالي مثلا كرمال اجيب اكل لهالولاد كيف يعني كرمال ولادك ما نحن عم نقول لك والناس عم تقول لك والاخبار عم تقول لك لا تطلع برا الليل هلا الضوء انستر ببيتك انا كم مره قلت لك يا اخوي لا تطلع برا امراض تقعدي تاخذ العدم من حدا وتجي تعدي ولادك ايش رح تساوي عم باجي اول ما وصل على البيت عم بعتم حالي ولا عم بمرض ولا عم بصير شيء ان شاء الله كله بايد رب العالمين الله ربي كان لا تقمع حالك فيه لا تطلع من البيت هلا مو وقتك بركب بيتك تستت يا زلمه دير بالك على اولادك دير بالك على مرتك خلص بركب بيتك ضروري تطلع تدور على شغل هلا مو وقتها يا وعزة عم تشوف الناس عم تموت شو مو وقتها يا محمد شو مو وقتها الله مين دي طعمي هالولاد الصغار مين دي طعميهم مين دي شربون؟ انت واحد ناس انا اموت من جوع بتجي بتحط لي ليره قدام الباب او بتدق علي الباب بتقول لي خذ هي رغيف خبز ما حدا هالايام صاير اللهم نفسي كل عالم انت الله يرزقك عم تحكي هالكلام الله يرزقك انت موظف عم بيجي راتبك لعندك بس انا العطر علي انا بعدين مو موضوعنا موضوع راتب موضوعنا انه انت شخص ما عم تفهم ولا عم تسمع كلمه يا اخي الله ببعث رزق الله ببعثه يا اخي عود كن لا تمرض انت اذا انت مرضت عديت اخوك عديت ولادك عديت الكل كن يا رجل كن بدك تمرض وتمرضنا معك ما راح كن الله انت اذا بنتك جاعد ما بتنزل تجيب لها اي شيء على ما يكون في زلزال على ما يكون في اعصار على ما يكون فيه على ما يكون مليون فيروس صح ولا لا؟ ها؟ تنزل ولا ما تنزل؟ اذا ما معك كان مصاري ما عم بيجيك هالراتب كان تروح كان حالتك اضرب الحالة كان زلت دورت على شغل وما دورت كان لا دورت على شغل صح ولا لا؟ الله هاي البنت مين طعمية؟ تعي هالبنت مين طعمية؟ مين شانها؟ ها؟ والله بحارب هالدنيا كلها كرمال هالبنت الصغيرة والله مين تجيب لها حليب؟ مين تجيب لها حليب؟ روحي يا عمر ما عندها حليب تاكله جوعانة روحي اعملي لها مي وسكر روحي حسبنا الله ونعم الوكيل صلى 3 أيام بس عايشة على المي وسكر هالبنت منين بدي طعمي هالولاد اذا بكره ما اشتغلت انا؟ منين بدي اجيب لهم اكل؟ اجباري راح انزل بكره اجيب لها حليب حفوضات انت بتعطيني ما بتعطيني انت ليره ولا اي انسان بالعالم بيعطيني ليره اذا انا ما نزلت اشتغلت وجبت مصراتي لسه بتقلي فيروس وفيروس يا اخي خلي يصيبنا الفيروس ونموت احسن ما نموت انا واولادي من الجوع ولسه وين طالعين هالشغله حجر صحي وما حجر صحي وما بعرف شو في حدا بيجي بدق عليك الباب بقول لك هي كيس رز او ربطة خبز او هي حفوضات للولد او حليب ما حدا بدق عليك الباب وبقول لك حل عنا يا بعيد الشر عنك اخوي بعيد الشر عنك عن ولادك يا اخي مو هالموضوع يعني معك حق ما اختلفنا طول بالك كله وبالحل ربك كريم ما في اكرم منه نحن عم ننزل ربنا العالمين هون اسعى يا عبد لا سامحك يعني نحن عم ننزل مشان ندور على امتى الاولاد ورب العالمين الحمد لله ميسره معنا ومسيطره الحمد لله بس يا اخوي في عندي حل بدل ما انت تنزل تختلط بهالناس وتنزل على الشارع انه ليش ما تروح على الدوله وهن بيساعدوك لك ما حدا بساعد حدا كله كذب كذب اروح الله هيك اسجل اسمي وتع يجيك الدور لما يخلص الفيروس يخلص المرض كله بعدين حتى يجي يعطوك طيب انا عندي الحل انا عندي خلص بكره انا باخذك بروح على المركز وبسجلك انت شخص لحالك وعندك ولدين ومرتك وما فيك يعني ما عندك شغل ولا شغل ولا عم تقدر تعمل فاكيد راح يساعدوك ان شاء الله بيساعدوك الدوله يعني هيك شغلتهم ان شاء الله بيساعدوك ايه خلص بكره بنطلع انا وانت يعني شو بنعمل
بنروح حاول نبعد عن الناس وبنروح بلكي ان شاء الله يفتح الله وجهك. احسن ما تروح يعني انه يصيبك شيء وتصيب هالولاد، حرام يا اخوي حرام. والله بدك الصراحه، عم بمشي في الشارع انا ماسك قلبي، يعني اذا حدا يعطس او يساوي شيء بس ايش بدي اسوي؟ مجبور مجبور اطلع كرمال هالولاد، مو كرمال. لو انا لحالي ما بطلع ولا بدخل، بضل ما باكل ما باكل كمان. بس تعال شوف بنتك او ابنك قدامك هيك عم ببكي من الجوع، والله بتروح ما بتروح بالفيروس، والله لو في فيضانات سيلات بتروح سباحة بتروح على الشغل وبترجع. مظبوط. بتروح بتكسر حجر تطالع مصاري. حسبي الله ونعم الوكيل، الله يلعن ابو الفور. شو بدنا نعمل؟ الحمد لله، الله كريم. خلص بكره باذن الله بنطلع انا وانت وبنحل ان شاء الله. ان شاء الله. قومي بنتي قومي. بدك شيء؟ وين بروح ما بصير؟ جيت انت؟ جيت ولا ما نضيفك شيء؟ من زمان ما زرتنا يا زلمه. من زمان ما زرتنا. هذا هو الباب على الباب يا زلمه، او انت روح عندي. لا والله، انت جيت على بيتي وانت ضيفي. يا مره سوي لنا كاسة شاي. ما بدي شيء. كاسة شاي سوي لنا. لك يا اخي بدي اقوم اروح. طلبوا هاي شوية سكرات بكره الله برزقنا. طلبوا هاي شوية سكرات وشاي بكره الله برزقنا. والله ما في داعي يعني. لا ما بصير، انت جيت لعنا ما بصير الا نضيفك يا اخو. انت طيب وغالي عليك. الله يخليني حبيبي يا اخي. دير بالك حالك كثير منيح. علموا اولادكم، علموهم ان الكورونا جندي من جنود الله يعبده ويسبح بحمده ولكننا لا نفقه تسبيحه. علموهم ان هذا الجندي جاء لنصحح الطريق ونحسن النوايا، لم ياتي لينشر الرعب بل جاء ليذكرنا لا تحزن إن الله معنا. كلا إن معي ربي سيهدين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو.